بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 24. الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، فمرحبا به في بداية هذا اللقاء. وهذه أولى الرسائل وردت من الأخت المستمعة عين عين نون الزهراني من سبت العلاية، بعثت بسؤالين. تقول: من عادة النساء أن تكون ملابسهن طويلة مما يعرضها أحيانا لبعض النجاسات أو الأوساخ، فهل يجوز أن يصلين فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إنه من المعلوم أن المرأة بحاجة إلى الزيادة في ثوبها التي تكون من ورائها وتنسحب على الأرض طلبا للستر، وهذا شيء طيب، وهو مما يطلب من المرأة سترا لها وصيانة لها، ومروره على الأرض لا بأس به وتصلي فيه، إلا إذا علمت أنه أصابه نجاسة فإنها حينئذ تزيل النجاسة التي أصابته ثم تصلي فيه. أما ما لم تعلم أنه أصابه نجاسة فالأصل الطهارة، وكونه يمر على الأرض أو على وجه الأرض لا يضر ولا يحكم عليه بالنجاسة بمجرد الشك، الله أعلم. بارك الله فيكم. يعني ما لم تتيقن النجاسة أو تراها فيه فليس عليها شيء، ما لم تتيقن أنه أصابه نجاسة فالأصل الطهارة، يصلي فيه. سؤالها الآخر تقول: بعض أنواع الحلي الذهبية التي يتزين بها النساء مكتوب فيها أسماء الله، فهل يجوز الدخول بها الحمام عند الوضوء أم لا؟ يحرم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الحلي إذا كان مكتوبا عليه اسم الله عز وجل إنه لا يجوز لها أن تدخل به الخلاء، تخلعه وتدخل الخلاء. نعم. هذه رسالة من السائل عبد الحفيظ الأمين أحمد من جدة، مؤسسة فايز للتجارة والملاحة. في سؤاله الأول يقول: لقد تركت الصلاة سنينا عديدة وأجهل عدد الصلوات التي تركتها، ولكني والحمد لله قد ندمت على تركي لها وبدأت الآن في أدائها، فهل علي قضاء ما فاتني في تلك السنين أم لا؟ يكفيك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عما مضى والمحافظة على الصلاة في المستقبل، والتوبة تجب ما قبلها، لأن تركك للصلاة في الفترة التي مضت وأنت متعمد لتركها هذا يخرج من الملة على الصحيح من قول العلماء. لكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة وحافظت على الصلاة فهذا يكفيك إن شاء الله. نعم. سؤاله الثاني يقول: عملنا دائما على متن سفينة بحرية، وأحيانا نمضي الأيام والأسابيع على متنها، والسفينة مزودة بكل وسائل الراحة، فتصادفنا أيام جمعة وعددنا قد يصل إلى 60 ويزيد، فهل علينا أن نقيم صلاة الجمعة أم أننا نعتبر مسافرين فنصلي ظهرا، وهل نصلي قصرا وجمعا مع أن الصلاة لا تحتاج منا إلى وقوف لكي نؤديها، وقد خصصنا مكانا للصلاة ولكنه في بعض الأحيان قد لا يتسع لكل المصلين فيصلون في مكان آخر مجاور مقتدين بنفس الإمام، فهل هذا جائز مع العلم أنهم لا يرون الإمام ولكنهم يسمعونه؟ وما الحكم لو كان هذا المكان متقدما على الإمام، هل الصلاة فيه صحيحة أم لا؟ أما بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تصح منكم، والواجب عليكم صلاة الظهر، لأن الجمعة إنما تجب على المستوطنين، أما المسافر على سفينة أو على غيرها هذا لا تجب عليه الجمعة، ولا تصح منه لو صلاها إلا إذا صلاها تبعا لأهل البلد، أما أن يصليها وهو في حالة السفر لا تصح منه. وأما بالنسبة للجمع، الجمع إنما يفعل عند الحاجة، الجمع بين الصلاتين يباح عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث أنكم لا تتمكنون من كل صلاة في وقتها فلا بأس أن تجمعوا بين الصلاتين. وأما بالنسبة لصلاة من ذكرتم أن المكان يضيق بكم وأن هناك مكان آخر ملاصق للمصلى يصلي فيه جماعة فلا بأس بذلك إذا سمعوا
يسمعوا صوت الإمام، ولا يجوز أن يكونوا متقدمين عليه، بل لا بد أن يكونوا عن يمينه أو عن شماله أو خلف ظهره، ما يكون أمامه لا يصح، لأن موقف المأموم خلف الإمام أو عن يمينه أو عن شماله إذا كان يمينه فيه مصلون آخرون. الحاصل أنه يشترط للاقتداء بالإمام أن يكون المأموم، أن لا يكون المأموم أمام الإمام. نعم. بالنسبة للقصر، بالنسبة للقصر ما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، وهذا هو الذي يعتقده، أن معلوم أن السفينة أو المركب أنه سيذهب إلى مسافات بعيدة. نعم نعم يجوز لهم القصر، بل القصر هو السنة في حق المسافر، والجمع يباح عند الحاجة. نعم. لكن القصر ليست الحكمة منه هو كسب الوقت بالنسبة للسفر. الله سبحانه وتعالى شرع للمسافر أن يقصر، علق القصر بوجود السفر، بوجود السفر. نعم. فإذا وجد السفر فإنه يشرع القصر. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت نون شين عين من العراق محافظة الأنبار، بعثت بعدة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: في إحدى السنوات طلبت من الله تعالى طلبا وقالت إن أجابها الله إلى ذلك ستصلي طيلة حياتها ولن تقطعها أبدا حتى فترة العادة الشهرية، وكانت تقضيها فعلا من كل شهر، ولكن تقول بعدما سمعت أنه لا يجوز قضاء هذه الأيام فقد تركت قضاء تلك الأيام مع أنها قد اشترطت أنها ستصليها أيضا، فماذا تفعل الآن؟ هل عليها الاستمرار في فعلها ذلك أم لا؟ أولا النذر في الأصل لا ينبغي للمسلم أن ينذر، لكن عليه أن يفعل الطاعة بدون نذر، لأن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة في الصلاة والصيام والحج صدقة، فإنه يلزمه حينئذ الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. والله جل وعلا أثنى على الذين يوفون بالنذر، فهذه نذرت أن تصلي ولم تبين ما نوع الصلاة، هل تصلي صلاة نوافل أو أنها تصلي الفرائض وتحافظ عليها. فإذا كانت تقصد أنها تصلي الفرائض، الفرائض وجبت عليها أصل الشرع، ويكون نذرها زيادة تأكيد فقط. نعم. وإن كانت تقصد أنها نذرة أن تصلي نوافل فإنه يلزمها أيضا أن تصلي النوافل حسب إمكانها، لأنها لا يجوز أن تصلي في فترة الحيض، وفترة الحيض مستثنات لا تدخل في نذرها، ولو كفرت كفارة يمين عن ذلك يكون أحوط، تكفر كفارة يمين عن فترة الحيض، وأما ما عدا فترة الحيض فإنها تصلي حسب ما نوت، حسب ما عينت، وتوفي بنذرها. نعم. هي فعلا يبدو أنها تذكر أو تقصد الصلوات المفروضة، الصلوات المفروضة واجبة أصلا. نعم. واجبة عليها بأصل الشرع. نعم. وإذا نذر الإنسان شيئا واجبا عليه بأصل الشرع صح النذر، ويكون على تأكيدا، تكون الصلاة واجبة عليها إذن بأمرين: بأصل الشرع وبالنذر. نعم. إنما قضاؤها لها بعد الانتهاء من العادة في هذا غير صحيح. النذر في وقت الحيض لا يصح، من نذر فعل محرم فإنه لا يفعله، لا يجوز له فعله، ويكفر كفارة يمين. نعم. سؤالها الثاني تقول: إذا أقسم شخص يمينا على شخص آخر على ألا يؤدي عملا ما، ولكن هذا الشخص الثاني أدى ذلك العمل، فمن منهم تقع عليه الكفارة لهذا اليمين؟ كفارة تقع على الحالف. نعم. إذا فعل على شخص ألا يفعل شيئا أو أن يفعله ثم خالف المحلوف عليه فإن الكفارة تكون حينئذ على الحالف. نعم. والذي فعل المحلوف والمحلوف عليه لو فعل ذلك مع علمه بالحلف يقع عليه إثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم. نعم. ينبغي للمحلوف عليه أن يبر بقسم الحالف، فإذا خالفه يكون خلاف الأولى والأفضل. نعم. سؤالها الثالث تقول: عليها قضاء بعض أيام من رمضان، وتريد أن تقوم بصيام هذه الأيام من العشرة الأولى من شهر ذي الحجة لنفس السنة،
ومعنية القضاء من رمضان بأن تقول نويت أصوم قضاء من شهر رمضان مع الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، فهل تكون بهذا مأجورة عن الغرضين أم لا؟ قضاء رمضان يجب عليها غير متقيد بعشر ذي الحجة، ويجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي عليها من أي شهر من شهور السنة، ولا تؤخرها إلى عشر ذي الحجة بقصد أن تحصل على أجر صيام عشر ذي الحجة. إذا كان عندها رغبة في صيام عشر ذي الحجة فإنها تقدم القضاء، تصوم القضاء أولا قبل دخول شهر ذي الحجة، حتى إذا جاء عشر ذي الحجة إذا هي قد فرغت ذمتها من القضاء فتصوم عشر ذي الحجة تطوعا. نعم. لها سؤال أخير تقول فيه: رجل طلق زوجته وهو في حالة غضب شديد، فقال أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة، أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة، أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة، هذا نص ما قاله. وبعد ذلك أخذوا بفتوى القاضي وتم عقد جديد بينهما وعاد إلى بعض، وبعد مدة طويلة حلف أيضا بالطلاق على زوجته إذا عملت عملا ما، فماذا تفعل الزوجة الآن وهو بحاجة إلى مثل ذلك العمل الذي علق الطلاق على فعلها له؟ هل إذا فعلته تكون طالقة أم لا؟ أما بالنسبة لما ذكر في الأول أنه حصل منه طلاق تلفظا بالطلاق عدة مرات، وأنهم راجعوا القاضي وأفتاهم بأن عقد لهم عقدا جديدا، هذا راجع إلى القاضي وهو يعرف ملابسات القضية وما حولها، فهو الذي ينظر فيها. أما بالنسبة لحلفه بالطلاق على أن لا تفعل شيئا عينه أو بحاجة إلى فعله، فإنه حينئذ إذا لم يكن قصده إيقاع الطلاق وإنما قصده منعها من ذلك الشيء فقط، فحينئذ عليه كفارة يمين، تكفر كفارة يمين وتنحل، وبعد ذلك تفعل ما حلف على منعها منه. جزاكم الله.